فقرتنا التالية ليا بتهم جميع السيدات والصبايا، يمكن مين منا ما بيتمنى يحصل على الجسم المثالي سيبتيك. ما في زيادة وزن. كثير من الأنظمة الغذائية بنسمع عنها، كثير من الأنظمة الغذائية يمكن بيتفق عليها أشخاص وما بتطبق على أشخاص آخرين. بالآونة الأخيرة عم نسمع عن الصيام المتقطع بالإضافة لنظام الكيتو دايت، قديش في فاعلية وقديش فعليا هذا النظام صحي، رح نحكي عنه أكثر مع الدكتورة أخصائية التغذية سواب الغبرة ضيفتنا الدائمة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم يا أهلا وسهلا دكتورتنا الجميلة، أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحي. ما حدا بعدكم جميل دكتورة، يعني دائما بنسمع كيتو كيتو كيتو، صيام متقطع صيام متقطع، اكيد في فرق بين الكيتو والصيام المتقطع، الناس بتخلطوا مع بعضها. خلينا بالبداية نحكي الصيام المتقطع لمين فيه يعني يخضع لهذا الرجيم، شو يعني صيام متقطع، اصحاب الامراض المزمنة فيهم يفوتوا بالصيام المتقطع ولا لا؟ هلا مثلا زمان تاركين شهر رمضان الكريم صحيح. يعني فبالعكس يعني انا هلا بشجع عليه رغم انه هلا ساعات الصيف طويله جدا. الفكره الاساسيه بالصيام المتقطع هلا كيف هلا اليوم حكيتوا عن كثير اختراع جديد للكانسر سيلز وكثير انبسطنا فيه. الفكره انك تجوعي الخلايا هي بشيء كثير رائع جدا لتلقي نفاياتها من الجسم. فالفكره انك وقت بتجوعي الخليه بتخلي تدور على شيء اسمه مثل ما بيقولوا كراكيب او شغلات اللي ما صلى مستخدمتها صلى فترات، والشغلات اللي ما صلى مستخدمتها صلى فترات هي عندك يا دائما بتكمن بمخزونات الدهنيه اللي هي مراكز الطاقه بالجسم تماما. فوقت بيصير الخليه الدهنيه ما بيجيها شيء من برا، بتدور على شيء اللي جوا. فهون هي اجى بقى مبدا اللي هو الصيام المتقطع. هلا بالبدايه مثل ما قلتي كان هذا محرم، هذا الصيام المتقطع على الامراض المزمنه مثل مرض السكر مرض الضغط، لكن اكتشفوا العلماء انه بالعكس تماما بيفيدوا على المدى البعيد، لكن قصه عدم قابليه تطبيقه من وراء الادويه اللي بيفرضها الطبيب على مريض السكر او الضغط، لانه ممكن يكون جرعه زايده بدواء الضغط او دواء السكري فيهبط للمريض سكره بشكل كثير عالي، لكن مو هي الصيام المتقطع لا يفيد هي الامراض، بالعكس اجى هذا لحل هي الامراض اكثر من الانسان السوي. فلكن الادويه اللي بيضخلها الانسان على الجسم هي اللي هي مشكله معها، انه اذا صرتي فيها عملتي فيها صيام متقطع، وهون صارت بقى الافكار المغلوطه. فهون بقى بدنا نحكي انه انت بدك اذا بدك تعمل صيام متقطع بدك تضبط جرعه الدواء انت ودكتورك وطبيبك على اساس انه ما سمح الله لا يهبط الضغط بسرعه، لا ينزل السكر بسرعه اذا كانت الدوز عاليه. طب كم ساعه يعني صيام متقطع؟ واذا كثير حسينا بالجوع، احيانا بتحسي ممكن يتسبب لعي، ممكن يتسبب يعني ما بعرف شو قصص بالجسم وبالمعده، اول شيء كم ساعه؟ وعند هاي الحاله اذا شربنا مي رح تزيد هاي الحاله اكثر، شو الحل؟ هلا الشائع بالصيام المتقطع انه نحن 24 ساعه يومنا بلش اول وجبه على الساعه 2 الظهر، الوجبه الثانيه هي 6 المساء تماما. فهون بتكوني اخذتي 4 ساعات فيكي تاكلي فيها وتركتي عندي اياها 20 ساعه تعدي فيها بلا اكل تماما. هذا اكثر نوع من انواع الصيام المتقطع فعال. نظريه فينا نقول 20 ساعه ولا لا؟ شوفي خلال تطبيقها اول يومين قاسي، لكن مدى ما تعودت الساعه البيولوجيه على هذا الشيء بيرفض الجسم بعد ساعات الاكل. يعني هلا انت عندك في غده صنوبريه هي بتساوي الساعه البيولوجيه تبع الجسم، فاول فتره انت عم تعودي على السناكات والنقارش والبزر اول شيء بتلاقيه موت احمر، يعني بتحسي انه في مشكله صايره. بس عيار الصيام المتقطع يومين ثلاثه بتفوتي بمود، وعكس الكيتو. الكيتو بتحتاجي اسبوعين، انا بلاقي الصيام المتقطع اسهل من الكيتو للناس اللي متعوده على السكر والكربو والهي. ولا بنقول كيف وقت مزجوهم صار اكثر فعاليته، بس غلط جدا اول ما تفوتي بالنظام الصيام المتقطع او الكيتو تفوتيهم الاثنين سوا مع بعض، فبينتزع المود جدا. الوقت المثالي تاكلي باربع ساعات وتتركي 20 ساعة. هلا لا اذا قلنا ان الانسان 14 ساعة الانسان اذا بده يعمل عندك يا اول شيء بلش فيه بالتدريج 16 ب 8
لكن الفعالية الحقيقية لنظام الصيام المتقطع اللي بلاقي نتيجته وثماره من أول أسبوع هو 24. هلا ببلشوا في بالتدريج. شرب مي ولا اي سائل؟ لا ما اشرب مي. هلا في شوفي هلا في شغله على فكره وجه. هلا ليش برمضان نحن كمان المي ممنوع علينا؟ صحيح. حتى بالمي وقت بتطالعي الصيام الماء عن الماء كمان له كثير فوائد. لكن نحن جربناه برمضان وخلص، لكن خاصة بساعات الفترات هلأ الصيف الطويلة أنا ما بحبس. تمام؟ صحيح. إيه؟ فمشان يقدر الإنسان يقوم بأعماله الحيوية. الفكرة اللي أنا بقولها أنه هلأ الفوت التدريجية على الهي، لكن الفعالية القمة الزروة بتبلغ وقت بيكون عندي 20 ساعة صيام 4 ساعات أكل. القصة وقت تفوتي 16-8 بتلاقي حالك على 3 أيام 4 أيام فتي بموت الصيام المتقطع، بتصير بتقربي الفترة. القصة أني الصيام المتقطع كتير مريح لأنه في ناس بتقلك طعميني اللي بدي إياه وأنا بلتزم لك بوجبة. على المدى البعيد بتبلش المعدة تصغر، ما عاد يقدر يتحمل اللي بده إياه، فبتلاقي حالك برمجك لحاله من دون ما أنت تتبرمجي. فبتلاقي أوريدي روحك للنسق الصحيح بجسم. بعد فترة إذا بدك تفوتي كيتو أوكي، بس أما الاثنين سوا. بس فعاليته مع الكيتو، نحن عم نسمع هلأ صيام متقطع مع النظام الكيتو دايت وعم يقولوا الفعالية جدا قوية، خصوصا عند الأصحاب اللي عندهم زيادة وزن كثير. تماما. كيف أنت تركتي مثلا سيارة وركبتي طيارة؟ هيك الفعالية، يعني أنك أقلعتي. بس مو اثنين سوا يجوا فورا تدريجيا. يعني هي فائدتها. النقطة الثانية فورا بيصير الجسم يلقي نفاياته السموم، السموم الدوابة بالأوساط الدهنية السامة، هي كلها حتلاقي حالك أسبوع أسبوعتين نقي البشرة، صغرة المعدة. على فكرة مو من النوع اللي بيعمل هرران شعر الكيتو. أنا عندي شوية تحفظات بالبداية لبعض الناس معينا، أما الصيام المتقطع لا. الفعالية فيه إنه ما عاد بقى بتدوري على شيء غير مفيد لجسمك، جسمك أوريدي بيروح ببرمجك إنك تطلب الأشياء الهامة لعناصرك، لأنه إذا راح عليها الأربع ساعات ما عاد يعبي لك معدتك بشيء فايت. بتصير ابدأ بالأهم ثم المهم. أنت ما عاد بقى تروحي على الأشياء اللي هي فيها الكربو ولا هالقصص، لأنه بدك تدوري على تغذية جسمك، لأنه عندك هلا 4 ساعات إذا راحوا عليكي خلاص بدك تروحي لليوم اللي بعده. طيب أي حدا بده يتبع نظام الصيام المتقطع قد ايه بده وقت ليفقد وزنه وعند العودة إلى الحياة الطبيعية؟ من الأسبوع الأول. شو تأثيرات جانبية؟ هلا بيقولوا الكيتو كثير بضر الجسم إذا فجأة تركتي للكيتو. الكيتو بعد فترة معينة سندويشة جبنة ممكن تفتحك عندك 5 كيلو بعده. يعني إذا فوتي شوية خبز شوية سي، وهذا الواقع. يعني نحن بلادنا تعج بلادنا بالمأكولات اللي فيها ضد الكيتو، أما الصيام المتقطع كتير كتير عملي لبلادنا، ما بينتور بعده بالصيام المتقطع الوزن. لكن إذا إنسان بده يمزجهم سوا كتير ممتاز. طب عند الوقوف يعني إذا وقفنا الصيام المتقطع نرجع لحياتنا الطبيعية، ما في هذا الشيء. لا لا مش سهل. الساعة البيولوجية ما بتسمح لك. ما بتعودي بتجوعي بالليل، وقت بيجي حدا بتعميكي بالليل بتقرفي، الساعة البيولوجية بتمنعك. كيف انت وقت بتفيق الصبح مو جعبالك اي اكلة، يعني بتحسي حالك هلأ يا دوب اشرب فنجان قهوتي. بالضبط هيك بالصيام المتقطع، خلاص صار في برمجة لطلب السكر والاكل والامور هاي، لذلك عملي اكثر من الكيتو. الكيتو يعني ممكن بعد فترة انك تقرفي السكر تقرفي الكربو، بس الحياة الطبيعية شوي شوي بتجرك يعني للعودة. شفنا كتير أشخاص هيك. على في ناس نظام حياتها عمل ليلي، فيها تطبق هذا الصيام المتقطع رغم أنه فعاليته أقل بالليل، يعني ممكن تكون عندها أكلة بالليل بساعة أو ساعتين معينات، وتاني نهار ملتية يا بنومة يا بشغلة، يعني عنده ورديات ليلية وهالقصص هاي. مو له نوع واحد، يعني مثل ما حكينا بنبلش فيه بالتدريج فعاليته تبلغ أقصاها وقت بيصير عندي 20 ساعة صيام 4 ساعات تناول طعام. وجبتين بتمنى فيهم يكونوا هدول مو وجبة واحدة بهالأربع ساعات. أكثر من هيك لا يأسي الإنسان، لا يأسي، لأنه هيك صار فقد متعة الحياة، يعني بيحس حاله أنه ما وقتنا معك يعني دائما بيخلص بسرعة. دكتورتنا أخصائية التغذية ثواب الغبرة، شكرا على وجودك معنا. شكرا كثير. 100,000 سلام. شكرا لمعلوماتك الحلوة، ويسعد لي صباحك ونهارك حلو يا رب. إن شاء الله وأنتم كمان.